وليد عم بيقول لي انه انا ما بوقف على المرايه لانه بعدها جديده ما بدي اكسرها انه حدا بيوقف على المرايه، قصدي امام المرايه، ما نحن لانه بنقول نوقف على المرايه يعني قدام المرايه. على كل الاحوال من التعليقات كمان اللي عم توصل على الفيسبوك اليوم انه كثير ناس عم يشتكوا من موضوع التصويت، بدي افسر لكم شغله، نحن بعثنا كمان شرح على الفيسبوك، انما في مشكله لما بتفوتوا بتصوتوا لكثير من الاشخاص اوقات ما عم تاخذوا دغري اللايك تبعكم، بدنا نقول انه هاي المشكله مش من عنا انما من اليوتيوب نفسه، لانه بس واحد يفوت من اكونت ويكون عم يصوت لنفس الشخص اوقات او بنفس الوقت بيكون في عدد كثير كبير من اللايكس عم ينزلوا للتصويت لشخص واحد، بياخذ اوقات وقت اليوتيوب لحتى يتحقق من الاكونتس ومن بعدها ياخذ اللايك تبعهم. سو حتى لو حطيتوا لايك وحسيتوا انه الكمبيوتر دغري ما اخذها ما ينشغل بالكم، بده شويه وقت بعد فتره اذا تقريبا بعد ساعه اذا عملتوا ريفريش بتحسوا انه تاخذت اللايك تبعيتكم، سو ما تعتلوا هم عم بيروح التصويت اكيد لهالشخص يعني ما عم يمحها، ما ترجعوا تعملوا ان لايك اذا عملتوا اللايك، بقى كله عم ينحسب اكيد، بس اعطوه شويه وقت لانه اليوتيوب هو بيتحقق من الاكونتس تبعه وما في مشكله اكيد مش من عنا انما اليوتيوب هو اللي عم ياخذ وقته لحتى يتحقق من كل التصويت، واكيد ان شاء الله كل الاشخاص اللي انتم عم بتصوتوا لهم وبيستاهلوا اكيد انه ياخذوا التصويت ياخذوا الحق تبعهم لحتى بالنهايه هن يفوزوا بالجائزه. رح نتابع محطاتنا وهلا محطه مفصله مع ايمن ورشه ملح. انما قبل بالسينما يي طب ليه شفتوا مع انه انا بعمل بالسينما بس نسيت. اليوم كمان اخترت لكم مجموعه ثانيه من الافلام بالسينما، حبينا نشوف شو في موجود بالصالات لحتى تقدروا تستمتعوا بهالافلام الكثيره بالسينما. I'm not gonna dress it up. Turkeys are dumb. جديد بالصالات فيلم الانيميشن Free Birds in 3D مع اصوات وودي هارلسون واوين ويلسون، كوميديا عن ديكين حبش بيتحدوا لحتى يلغوا طبق الحبش عن المنيو. والبيوغرافي 12 years a slave للمخرج ستيف ماكوين عن رجل اسود حر تؤخذ منه حريته. I was a free man. I'm not a slave. I'm Petty Officer Shane. وفيلم الدراما The Lone Survivor مع مارك وولبرغ وإميل هيرش المرتكز على Operation Red Wings اللي فشلت بسنة 2005. بعد هالجولة على الأفلام بالسينما رح ننتقل هلأ للمحطة المفصلة مع إيمان ورشد ملح. مرحبا فيكم مرة ثانية. هلا بدنا نبلش نعمل الطبقين الرئيسيين اللي عنا اللي هن المسخن الدجاج بالمرقوق مع زيت الزيتون والسماق. والطبق الثاني اللي هو أهم طبق عندي أنا وهو أكلتي المفضلة هي بيف ستروغانوف أو بيف ستروغانوف. حبلش أول شيء لكم شو عملت؟ لما تركتكم آخر شيء كنت عم بقطع الدجاج وبعدين عملت حمرتهم على النار مثل ما انا شايفين هون، رجعت شلتهم على النار وحطيت بدالهم البصل، كمان البصل بنفس الطريقه حطيت زيت زيتون ملح وبهار. وهلا على البصلات قاعد انا عم بعمل لهم سويتنج او عم بعرقهم خليهم شوي يصيروا ناضجين. بس بهالوقت هيدا قبل ما نرجع ننتقل للمسخن ونكفي كل الاستروغانوف حقلكم شو هو الطبق اللي بيمشي مع استروغانوف اليوم، وهيدا كمان احد الاطباق اللي انا بفضلها. حاعمل مع استروغانوف بطاطا بيوريه، بس ها بطاطا بيوريه شوي مختلفه لانه فيها موتارد. اول شيء حنكفيها سوا الاكله. عندنا كيلو بطاطا انا اوريدي قطعتهم وقشرتهم وسلقتهم، وهلا بدي احط عليهم 3/4 كبايه حليب، وفي اترك شوي انا ما بحب دائما فرد مره احطهم، وبدي ارجع احط فوقهم موتارد دي ديجون بس مع الحبه كامله، بحط معلقه وحده هلا، وبالبوتيتو ماشر بخلطهم كلهم سوا. نحن حاطينه على النار، انا هلا طفيت شوي النار تحتهم لانه كانوا بعدني مصفاه هون، وانا وعم بحركهم بشوف
أنا ما كتير بدي معمسهم، بدي حط عليهم 75 جرام زبدة. وبكفي عليهم. بهيدا الوقت نحن تقريبا أكلتنا صارت جاهزة، اللي هي البطاطا بيريه. أنا رح أرجع سكر عليها وحطها بالفرن. قبل ما أرجع أعمل الفاينل برزنتيشن بآخر الحلقة وزيد عليها ما تبقى من الموتارد مالتي جرين، حخليها هذه على جنب لأنه معقول أرجع أستعملها. حطيتها شوي بالفرن عشان ما تنشف. بهالوقت صاروا البصلات، أنا حمرتهم شوي زيادة للبصلات عشان يعطوا كمان طعمة طيبة. حزيد عليهم نص كيلو دجاج صدورة اللي أنا قليتهم قبل واللي قطعتهم قدامكم، وهلأ بخليهم كلياتهم سوا بياخدوا من بعض. عشان نعطيهم الطعمة الطيبة ححط نص معيار السماء اللي هي نحن عنا معلقة كبيرة، ححط أنا تقريبا نص معلقة كبيرة والباقيين بالآخر. ونحن عم نشتغل فيهم، إذا لقيناهم بدهم بعد زيت زيتون دايما بنقدر نزيد. أنا بحب المسخن أترك الدجاج شوي حبته كبيرة عشان لما منلفه بالمرقوقة يعطي كاتشي تحت السنين. أوكي، هدول بقدر أتركهم بعد شوي على النار وبخفف عليهم قد ما بقدر، بس هني تقريبا صاروا جاهزين. بهالوقت هشيلهم أنا شوي على النار، هلا برجع بكفي عليهم بالتاني. بهالوقت اللي حنعمله اللي هو حنفرم مكونات البف ستروغانوف. ستروغانوف بحب أعملها أنا بدل البصل، بحب أعملها بالكرات. هلا هقلكم شو مقاديرها. أنا هعمل نص المعيار وأنتوا بالبيت هيطلع عندكم بعد شوي على الشاشة المعيار كامل. المعيار هو كيلو من لحم البقر ستيك، وتقريبا اثنين كرات أو واحدة كرات كبيرة، أنا جبت واحدة ميديوم لأنه عامل أنا نص الكمية. وعنا 250 جرام من المشروم أو البطن مشروم أو الفطر الأبيض، وبعدين في عنا شوية تتبيلات. هلأ بالتتبيلة حنعمل نزيد عليها ملح، بهار، حنحط عليها موتارد دي ديجون، مسترد أصفر، وحنحط عليها كمان ستيك صوص يعني بسموه براون صوص. فأول شغلة حنعملها، أنا أوريدي حميت النار قبل ما أحط الزبدة لأنه ما بدي كمان أحرق الزبدة. حنقطع سوا المشروم، والبطن مشروم هو كمان تاني مكون أساسي بالبف ستروغانوف بعد اللحمة. وهلأ بعد ما نحن منقطع كل المشرومز، أنا حابب أرجيكم كيف عم بقطعهم، بنحط بعدين منقطع الكرات وبأرجيكم شو ياريت فيكم تشموا أصلاً بالستوديو. الكرات بحبوا بهالطبخة أكثر من البصل لأنه كمان عنده بنكه توم، وهيدي الأكلة ما بنحط لها توم بس حلو يكون عندنا نكهة. مثل ما شايفين عم قص المشروم، مش كتير سميكي وما كتير رقيقة. ستروغانوف أكلة فيها تنعمل، في كتير ناس بيعملوها بطريقة سوتيه، يعني ما بيحطوا لها شيء غير لحمة مشروم والكريمة المكثفة أو دبل كريم، الكريمة السميكة. نحن حنعملها مع شوية قصص تانية عشان تطلع طيبة. أوكي، هلأ حنكفيهم كلهم. والكرات، الكرات أنا قشرتها شلت لها الكعب والرأس وبعدين نظفتها منيح. الكرات بدنا ننتبه لها وعم نشتغل فيها أمرار بيعلق رمل من تحت، أنا هدول كمان انتبهت عليهم ونظفتهم. هلأ شلت أول اثنين، بعدين بعمل لها
قصة بالنص بالضبط. ريحتها بتاخد العقل. هذه الكبيرة فينا نشيلها. بنقطعها تقريبا مثل ما بنقطع البصل، يعني تقريبا نص سنتي. لما بنوصل على الأخضر بنقدر نوقف، منها مثل البصل الأخضر. بس ريحتها بتاخد العقل، هي هي بينها وبين التوم، يعني بين البصل وبين التوم. بهالوقت حنحط معلقة كبيرة زبدة. أنا أوريدي كنت محمى الطنجرة أو التواية، حميتها يمكن شوي زيادة. أوكي. حنحط نحن حنحط حطينا بس زبدة. هلا شي منحطهم عشان ما نكفي الزبدة، عشان ما كتير تنحرق معنا. ححط نقطة زيت زيتون، نقطة صغيرة، نقطة صغيرة. هاي مش للنكهة، هاي بس كرمال الزبدة. هلا في إذا حدا بده يعمل سوتيه بقلب الزبدة، يعني بدنا نقلي خضرة أو لحمة بزبدة لحالها، أنا بفضل إنه يستعملوا العالم purified butter، أو هي الزبدة اللي محمية وبعدين مصفاية من فوق، منشيل عنا كل اللي بيسموه الدهن الحليب. فهيدي أنا ما عملتها purified butter، بس حميت النار شوي زيادة. ولا نشوف ريحتها تاخد العقل. هدول اثنين ما حننساهم. اوكي هلا فينا نحط المشرومز فوقهم. ونحن بهدول المشرومز عنا بيكون صار اوكي منستويهم مع بعضهم. قبل ما نرجع نجيب اللحمه بدنا نشيل نرجع المشروم او الفطر والكرات، حطهم على جنب بعد ما شوي يستووا، وبنرجع بعدين بنحط اللحمه اللي هي نص كيلو من الفيلي البقر. بهالحاله نحن بهالوقت نحن ما حاطين شيء ابدا. انا ملاحظ انه بعد بدهم شويه زبده، بقدر احط لهم بعد شويه زبده، ما في بروبلم. اوب هذيك صارت بس لقطناها. ستروغانوف اكلي ما بتاخد كتير وقت، يعني تقريبا بدها 5 دقائق للخضره وتقريبا 7 دقائق للحمه. هلا حنرجع ناخذ نحن بريك صغير، وبس لنرجع بنكون استوت هاي وبنرجع بنحط اللحمه. اخر محطه مفصله هلا مع الشيف ايمن ورشه ملح. هاي وين صرنا؟ نحن ماشي حالنا هلا. ايه؟ بلشنا بالمشروم وحطينا معهم الكرات او الفطر والكرات. عم نعملهم شويه سوتي، عم نسويهم شوي صغيره قبل ما نرجع نشيلهم ونحط بدالهم الستيك. اوكي اوكي. شو في شيء عم بيزمر بالفرن؟ البراد بعده مفتوح. انا بسكره. اتس اوكي. طيب شو عم نتعازم على البراد؟ انا بحب اتحرك بالمطبخ، وانا هي لاول مره بحس حالي، واول مره بحس حالي انه هيدا المطبخ صار مثل مطبخ بيتي. okay. لانه صرت عم بشتغل فيه بسرعه. يا اهلا وسهلا. ثانك يو. اوكي هلا نحن حنشيل المشروم، لانه تقريبا اذا بنشوف هون صاروا خالصين، جهزوا، ما بدنا كثير نخليهم يستووا، وبدالهم بدنا نحط البيف. اوكي. جيب هذا الصحن بنفس الطواية، ما بنغير ابدا. ايه لانه بده يرجعوا ينحطوا بعدين مع بعضهم. بده يرجعوا ينحطوا مع بعضهم. اوه 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 اوه. ريحتهم تاخذ العالم. ايه حلوة كثير الريحة. كرات او هيدا doesn't matter. اوكي. نرجع بنحط زبدة.
هذه الكمية الباقية عم نحط منها الباقية. أوكي. ومنجيب ما بنخليها كتير تنزل لأنه بدي إياها الزبدة تعطي طعمتها للحمة. عنا نص كيلو بيف. أوكي. هلا بنحط له شوي قاعدين على بعضهم بس ما بيأثر. هلا بنوزعهم. هلا بنوزعهم. اوكي. بدنا نبهر شوي اللحمه، اللحمه بتحب الملح وبتحب البهار الاسود. صح. حنحط لها ملح. هلا بهالمرحله هاي. حط لها بهار. شوية بهار، اوكي. وشوي صغيرة من جوزة الطيب، ما بدنا نزيد لأنه بمرمت. صح. بيرفكت. اوكي. صارت جاهزة هلا. صارت جاهزة. يلا ها. هلا بهالوقت هي هي عم بتبلشوا يتقلوا. صحيح. أنا حانتقل لهيدي ستيشن وأعمل المسخن. اوكي. والدجاج ناطرك هون. أها. يلا ها. اوكي. للمسخن مثل ما عملنا اول شيء مثل ما حكيناكم عم نعملهم بالمرقوق. بدنا نحط تقريبا معيار البصل والدجاج سوا. انا كنت جايب ملقط هيك بشوف وين راح. هي هون. اها تفضل. اوكي ثانك يو. يلا ها بنحطهم تقريبا بقلب المثلث بهالشكل هيدا ونزيد عليهم بصل قبل ما نلفهم. قبل ما نلفهم. اوكي. اوكي بنلف اول لفه لبرا نرجع بنسكر اثنين. انا عم بعملهم ميني سايز طيبين صغار. ايه ولذيذين. بالاردن كثير بيعملوا مسخن. هي اكله اردنيه. ايه واكله فلسطينيه نفس الوقت كمان. وهي لذتها انه بالسماق اللي فيها وطعمة السماق كثير طيبة فيها. اوكي هذه كترنا شوي فيها. عم نلف نضغطهم شوي ما بيأثر ونعمل لهم الرول. هلا لأنه تركنا شوي المرقوق برا شوي بنشف شوي نشف. عادة أنا بحطه تحت منشفي مبللي شوية مي. اوكي. هيك بضلوا طري. هيك بضلوا طري. هذه طري. اوكي. عم نلفهم. حنعمل نحن بعد وحده قبل ما اجيكم طريقتي انا بشوي المسخن. عم باخذ قطرة شيء من تحت من الكعب. صح. هيدي كمان. يعني عم بحط انا قد ما عم بحط دجاج عم بحط شوية بصل وزيادة لأنه بحب طعمة البصل تكون طاغي اكثر. لاحظنا. اوكي كمان بنلف هاي بنقطع نسكر. ما سكرناها ما ضغطناها. هيدي شكلها ما بدها تلف بس حنلفها على الحالتين. لا احد يقف في وجه اي. نعم ابدا. نعم. يلا وين صارت اللحمه؟ يلا عم تستوي. بيوتيفل. بدك اياها؟ يلا ماشي الحال. هلا شو بدك؟ انا برايي نحطها على الغاز التحتاني. اوكي عشان تبلش. يلا نطفي هيديك. اوكي يلا بدك اعطيك اياها. اوكي ثانك يو. ما بيأثر لما اللحمه لما بتكون طازه. انا بفضل اعملها well done يعني مطبوخه مستويه. أيه. على الاخر يعني ما تكون بقى زهر ما تكون بقى زيدي. هلا نحن عم نعمل اللحمه في ناس بحبوا يكون بالستروغانوف يكون فيها صوص كثير. صح. انا بحبها شوي ناشفه. انا بحبها تكون جوسي بس. أوكي. ما بيأثر. هلا مش قاسمين. انا حاطط بالريسبي او بالمقادير حاطط انه نحن بنقدر نحط شوي مي يعني كل ما بنلاقي اللحمه نشفت بنحط لها شويه مي عشان تضلها جوسي. صح. هلا بعد شوي بيطلعوا المقادير على التلفزيون على الشاشه عندكم. اوكي وبتشوفوا شو هن. إذا بدك أنا بحرك لك إياها إذا بدك تشوي المسخن. يلا يلا ها. جبنا هيدي الطواقي
شغلتها كتير سهلة. اللي بدنا نعمله هو بس بدنا نحط زيت زيتون شوي صغيرة ونقلبهم. أوكي. بس هيك. هني كمان اللحمة هي وعم تشتغل وعم بتنضج عم بتطلع كمان كل العصارة تبعتها. صح. ودادي حلوة كلمة عصارة. ايه منيحة منك عصارة. قوية كتير. اوكي. هدول تقريبا حصيروا سخنين. سخنين. هي ما بدها كتير لأنه كل مكوناتها هي مطبوخة. هي صح. بس نحن بدنا نخلي المرقوقة تصير شوي حامي وقاسي. تتحمص. تتحمص. صح. بس اللحمة بتاخد العقل طبعا. طبيعي. أنا حبلش جيب الصحون للتقديم. إيه الغدا علينا شباب اليوم. ها. أول وحدة لأنه بدنا نشيلها هي المسخن. يلا ها. أنا هيدي ما عجبتني حأعمل وحدة أكبر. معنا وقت. أوكي. لا اقدر اطبقها مزبوط. وهيدي عم نلفهم نكبسها لجوا. انا بحب اعملهم يعني ميني سايز، في ناس بحبون اكبر بس هيك. لا حجمهم أزبط. هيك منيح كافي. ايه ايه لا ما حلو تكون اكبر بعد. بالعرض على الشوايه. اوكي. ما ضروري كلهم يطلعوا يونيفورم لانه الاكل اللي بيكون كله مصفصف يشبه بعضه. ايه؟ انا ما بحبه. ايه ما ضروري يكون مصفصف. حنحط رابع وحده هيك. هلا لما بدنا نقلبهم ما بدك تجيبها لهيديك. حرام. حزنت على ايه حرام. حزننا عليها. ايه اوكي. هون اللحمه تقريبا عم بعد في شوي كم وحده بعدهم شوي بدهم. اوكي هلا الجريل بده يكون حامي. حط عليه زيت. انا عم برجع اعطيكم شو بدنا نعمل بالمسخن. بدنا نحط الجريل منحميه، منحط زيت زيتون ومنحط فوقه المسخن المرقوق اللي نحن سويناه سوا. بدهم تقريبا دقيقه كل ميله. صحيح. بس عشان نعطيهم كمان اللون شوي. وكنت قطعت دجاجات كبار وهون عم شوفوا كمان المقادير وعم شوفوا ساندويتش البري كمان اللي انعملت قبل مع المشمش والركه. نحن تقريبا هون واليوم كمان نحضر طبقين كمان ايمن مع كارلا. المحمره والسلاد مع الرمان. هلا لما بنوصل لهيدي المرحله بنحط الماسترد. الماسترد. الماسترد كثير طيب مع البيف. كمية كمان على الهواء ما هيك؟ كمية على الهواء. هي ثلاث معالق من الخردل. الخردل تبع ديجون. اوكي. إذا بنحط الديجون هو أو الخردل هو بعد اللحم نية بيعطي طعمة وهيك بيعطي طعمة ثاني. اوكي. أنا بفضل أحطهم هلا بهالوقت. هي مستوية اللحمة. هي مستوية أطيب. اللحمة. ايه. وبعدين في أكلة كمان زيادة بدنا نحط عليهم اللي هو الستيك صوص. كمان كمية قديش الستيك صوص ايمن؟ معلقتين. اوكي. نحن تقريبا صرنا عم نخلص. ايه ملقط. شو الملقط هونيك تركته بتصور. ايه هي هونيك الملقط. هلو اوبس. نقلبهم. اها اوه تحمسوا بقوة. اوه يامي. وهون عم تغلي الصوص كمان معه. عم تغلي الصوص. هلا حنرجع. اوه شفتي كيف مسكوا كلهم على بعضهم؟ بعد ما حطينا المتاد او الخردل والستيك صوص بلشوا كلهم يمسكوا مع بعض. بنحط بهالوقت نزيد المشرومز. المشروم مع الكرات. مع الكرات.
اوكي بتركن تقريبا دقيقة هلا على النار قبل ما احط الدبل كريم، وبهالاثناء هاي انا حشيل المسخن. انا مسخن حاب احطه وين؟ بصحن ثاني. اوكي في صحن هون بس مثل هيدا. اوكي ايه ححطه بهيدا لانه بدنا نزيد عليه السلاد اللي عملناه قبل. خلي هيدي هون، هيدي اللي مع الرمان. هيدي اللي مع الرمان. اوكي والرقة ححط كمان بهالوقت هيدا حنحط الدبل كريم. ايه هيدا حكي وصل الجد. هيدي الأكلة أساسها الدبل كريم. صحيح. وحنرجع نفوت على الفرن لا نجيب الماشت بوتيتوز. صح. خلاص خلصوا؟ خلصوا. وبعدهم سخنين كمان. وهذا اهم شيء فيهم. هلا بنرجع بنشوف اذا الماشت بوتيتوز كان بدهم بعد زياده زبده نعرف نحن وعم لا خلص انا برايي لا خلص بتصور. ممتازين. ايه. زبدتهم نحن عملنا حسب المقادير. هلا صار فيها نسكوب. اوكي يلا ها مش حنزين هالمره فيهم. وانا عملت ال الماش بوتيتوز. الماش بوتيتوز بدك ملعقه ثانيه؟ لا هيدي منيحه. اوكي عملتها انه ما تكون كثير طريه، يعني ما عملتها مسلين. ايه هيك بحبوها وهيك بقدموها بسويسرا. اوكي عظيمه هيدي صارت ممتازه. ايه بدها بعد تقريبا دقيقة. بهالوقت حشيل أنا مسخن. مسخن شيل شوية سلاد بطريقة إنه ما نكركب. أوكي شوية بقلة وشوية روكا ورمان. ورمان وكاستنا. إيه حطهم مع بعضهم. في لوز ولود. هذه عملناها الصبح كانت بتاكل مع كارلا. عظيمه كانت. عظيمه عظيمه. وكارلا وافقت عليها 100% يعني صحيه 100% هيدي. حجيب انا هاي بس لنقطع وحده لنشوف كيف مضغوطين على بعض. اوكي عظيم لافلي. هاي نحطها هون. اوكي هلا بدنا نشوف كيف حتطلع معنا استروغانوف، كيف بدنا نقدمها. بس ريحتها ممتازة. أنا هلا حاسكبها بالمعلقة الخشب. أوكي المعلقة اللي هي عملتها. مظبوط؟ صحيح. أوكي وين صرنا؟ نحن تقريبا صرنا خالصين. ايه؟ أوكي بدها بعد شيء الستروغانوف؟ ما بدها شيء ابدا. اوكي ما بدها شيء ابدا. حنسكبها. بنرجع بس بنذكركم بالبطاطا بيوري اللي عملناها هي كان فيها خردل حب كمان. مظبوط وهيدا هو اساسا الاكله. وبعدهم مبينين لهلا. بعدهم مبينين البطاطا. حنسكب الستروغانوف بالمعلقه الخشب كمان. صار الطبق جاهز. أنا ما بحب زينه لأنه هو مزين حاله. طعمته كلها زينة. هو مزين حاله أوريدي ستروغانوف. كرمال هيدا بنحط شوية صوص. إيه شفت؟ توصاية هيدي. أوكي. حنقدمهم لقدام. وصارت عامرة السفرة هون. عزيمة كاملة. أوه عظيم. ان شاء الله تكونوا عجبتكم الوصفات اليوم.
وانا بتشكركم. شكرا كثير ايمن، يعطيك الف عافيه. نحن برجع مذكر المشاهدين انه انت مهندس وبتهوى الطبخ، واليوم حضرت لنا عدد كثير كبير من الاطباق، شكرا لك. نرجع نشوفك ان شاء الله معنا بعالم الصباح. بنودع كل المشاهدين بقيه نهار كثير حلو وين ما كنتوا عم بتقضوه. برجع مذكركم نهار الخميس، نهار الجمعه ونهار الاثنين رح يغيب عنكم عالم الصباح بسبب النقل المباشر لبدء المحكمه الدوليه لجريمه اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بنودعكم ونشوفكم بكره. Of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 life, oh life. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My